والحديث أكثر ينضم إلينا البروفيسور واستشاري الأمراض وسرطان الدم في الخلايا الجذعية أحمد العسكر. بداية أرحب بك في هذه النشرة دكتور أحمد. من خلال ما ورد في تغريدة وزارة الصحة وتحذيرها من الانسياق خلف هذه الدعايات التي لا تتكئ على معلومة صحيحة، أود أن أسمع تعليقك حول ذلك. حياك الله أخي يحيى والمشاهدين. الحقيقة موضوع الخلايا الجذعية صاير يعني مثار جدل هذه الأيام، وتتداوله الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بمعلومات مغلوطة وغير صحيحة الحقيقة. والتوضيح الحقيقة واجب، و يعني ما قاعد يحصل الآن هو يعني ترويج من عيادات خارج المملكة لهذا العلاج، وكأنه العلاج السحري لأمراض الحقيقة مزمنة. ومن هنا يبدو لي أخذ الموضوع يعني اهتمام المجتمع، وأعتقد أن التوضيح مطلوب للأمراض اللي ممكن تعالجها الخلايا الجذعية حاليا، والأمراض اللي لم الآن تصل إلى مرحلة يعني اجتياز الجهات العلمية والاختبارات والتجارب السريرية لاستخدامها فيها. طيب نعم تفضل. فمثلا الخلايا الجذعية يعني موضوع ليس جديد، هي خلايا تبدأ بانقسام البويضة ثم تكون الجنين، ثم يعني تظل مع الإنسان حتى الكبر الحقيقة. فالمعروف في الخلايا الجذعية هي الخلايا الجذعية المستخلصة من الدم أو الدموية، وهذه استخدامها مجاز من 60 سنة يمكن، وتستخدم لعلاج السرطانات بشكل عام وبعض الأمراض مثل أمراض الدم الوراثية وبعض أمراض المناعة الوراثية في الصغر. فالأمراض هذه تحتاج إلى علاج كيماوي، العملية معقدة جدا ولا تجرى في عيادات سهلة. فللأسف يعني ما تم تداوله وإشاعته أن الخلايا الجذعية علاج سهل، ويحقن تحت الجلد ويحقن في المفاصل ويحقن للسكري ويحقن لتوقف الشيخوخة والأشياء هذه كلها الحقيقة يعني أمور مغلوطة واختطاف لمصطلح الخلايا الجذعية. فالمصطلح هذا اختطف من قبل العادات هذه لتوحي للمريض اللي يتعلق بقشة بأنهم يستخدمون علاجات متقدمة، والواقع أنها علاجات ما هي صحيحة ومنها مخاطر وممكن تؤدي إلى مشاكل كبيرة الحقيقة. وبشكل عام عملية زراعة الخلايا الجذعية عملية معقدة جدا، تحتاج إلى مستشفيات كبرى ومعقدة وتخصصية، وتجرى هنا في المملكة الحقيقة. فكل الـ الأمراض اللي المقرة علميا تجرى في مستشفيات عديدة في المملكة، بل يجرى يمكن أكثر من 600 حالة زراعة للخلايا الجذعية في المملكة سنويا. ولكن زي ما ذكرت لا تجرى في المملكة لعلاجات أو لعلاج أمراض غير مقررة علميا بشكل عام. نعم دكتور، من خلال ما ذكرت ومن خلال سياق الخبر بأن هذه القناة العلاجية هي قناة معترف بها في لا نقول يستأنس بها، قد تكون تجاوزت بعض مراحل التجارب في علاج بعض الأمراض كسرطان الدم مثلا تحت وطأة انعدام البديل في بعض الظروف، كون التسويق لها ظهر من دول لم تشتهر بالنجاحات الطبية كالأسماء بعض الأسماء الأوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية أو غير ذلك، ما دلالة ذلك؟ بالضبط. هذا يعني بعض الدول يسمح القانون فيها بتداول مثل العلاجات هذه وعلاجات أخرى أيضا، واستغلوا ما نسميها السياحة الطبية. فالسياحة الطبية هي تستهدف جلب المرضى وخاصة الأمور التجميلية وأشياء من القبيل والأمراض المزمنة للعلاج في هذه المراكز أو العيادات في هذه الدول اللي قانونها يسمح باستخدام
وسائل علاجية غير مقررة علميا للأسف. نعم. فالحذر واجب الحقيقة في المجتمع، ويفترض أن يعني المواطن السعودي أنه يقصد المراكز السعودية والأطباء السعوديين لأخذ المعلومة الصحيحة والمواقع الرسمية للأمور هذه. نعم، إذن المواطن السعودي هو مظنة الوعي تجاه مثل هذه الدعوات برأيك؟ بدون شك، بدون شك، بل أن بعض المراكز هذه استغلت مشاهير التواصل الاجتماعي اللي وقعوا الحقيقة ضحية هذه المراكز، ويعني يكون يعني أحد المشاهير يعني يخضع لعلاج بهذا الشكل، هو لا يعرف الحقيقة أنه وقع في هذا الفخ، وكونه يأخذه لشخصه مثلا لا يعني أنه هذا علاج صحيح أو أنه هذا علاج يعني مقرر علميا أو أنه فيه منفعة. بعض العلاجات يعني مثل حقنها في المفاصل وكذا أحيانا يستخدمون، لا يستخدمون الخلايا الجذعية، يستخدمون أشياء بديلة مثل البلازما وكذا، ويوحون للشخص بأن هذه خلايا جذعية. فالحذر واجب، وأنصح من يعني يأتي لهذه الأماكن أنه يطلب الدليل العلمي، يعني وين التجارب اللي عملتوها، وين نشرتوها، وين أقرت علميا، ويستأنس بآراء المتخصصين في السعودية. طيب دكتور، في ظل هذه الحملات المتتالية من قبل مشاهير السوشيال ميديا، وأقصد هنا التسويق الغير مباشر لهذه الطريقة العلاجية التي لم تثبت أو لم تثبت مدى نجاعتها لأمراض سوق لعلاجها بتلك الطريقة، من الناحية الطبية القانونية ما هي المسؤولية التي يتحملها هؤلاء؟ والله يعني أنا ماني قانوني في الأمور هذه، ولكن يعني يتحمل كونه يعني يروج أو حتى يبين أنه يأخذ العلاج لشخصه، هو طبعا يعلم أنه يعني يتابع من قبل الملايين، وبالتالي وبعضهم يعني يشوفوا هالمشاهير وش يسوون، يسوون زيهم. فللأسف يعني أعتقد أنه يتوخى منه الحقيقة الحذر، وأنه ما يروج أو يقدم على شيء قدام الناس بهذا الشكل إلا بشيء يعني معتبر وشيء يعني مجاز ولا شيء مقبول، لكن أعتقد أنه هذا فيه الترويج بدون شك غير مباشر. نعم، إذن جزيل الشكر للدكتور أحمد العسكر استشاري الأمراض وسرطان الدم في الخلايا الجذعية.